أكري والزميل محمد هركي ليطلعنا على آخر المستجدات وأيضا مستوى الانخفاض الكثير في تسجيل حالات الإصابة بكورونا. نعم محمد تفضل. نعم زملائي، تحياتي لكم في الاستوديو. نحن اليوم متواجدون هنا في مديرية صحة مدينة أكري للاطلاع أكثر عن وضع فيروس كورونا في مدينة أكري. يعني الحالات بدأت بانخفاض نوعا ما هنا في المدينة، يعني حالات الوفاة في المدينة وصل إلى 64 حالة، وأيضا عدد المصابين قارب من 4000 إصابة، وأيضا المتعافين من فيروس كورونا يعني بلغ أكثر من 3500 شخص تعافوا تماما بفيروس كورونا. للاطلاع أكثر ينضم معي الآن مدير صحة مدينة أكري الدكتور صالح مصطفى. بداية أرحب بك في شاشة زاغروس. لو نطلع أكثر عن الوضع الصحي لفيروس كورونا أولا هنا في مدينة أكري. طبعا شكرا لزيارتكم. بالنسبة لمرض كورونا، في الوضع الحالي لا زال الوضع تحت السيطرة في الآونة الأخيرة نظرا لانخفاض عدد المصابين أو أعداد المصابين اليومية، والتي قد بلغت في ذروتها ما بين 70 و80 حالة يومية، انخفض حاليا إلى 5 أو 7 حالات يومية. بالنسبة للعدد الإجمالي للحالات التي تأكدت مختبريا في مختبر PCR في عقرة، بلغت 3851 حالة مؤكدة، ومنها 3571 اكتسبوا الشفاء التام، ولا يزال هناك 216 حالة تحت المتابعة، واحد منهم حالته حرجة أو تحت العناية المشددة، وبلغ عدد الوفيات 64 حالة وفاة. نعم دكتور، لو نتحدث عن بداية عن فصل الشتاء، والحديث يكثر في فصل الشتاء عن ربما هناك ستكون موجة قادمة، وأيضا الحديث عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، لو عندك معلومات عن هذا الموضوع. بله، بالنسبة لاقترابنا أو دخولنا إلى موسم الشتاء أو موسم البرد، طبعا الفيروس يتكيف مع البرودة ويزداد سرعة انتشاره ويزداد مخاطره فصل الشتاء، لهذا علينا توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامتنا ولسلامة أطفالنا وعوائلنا، لأن نتوقع في فصل الشتاء الأعداد ترتفع أو حتى خطورة الحالات ممكن أن يرتفع. بالنسبة للسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، فهناك مخاوف وتطمئنات في نفس الوقت. المخاوف هي أن الفيروس قد حدث له طفرة جديدة واكتسب خاصية، بواسطة هذه الخاصية يمكنها أن يكون سريع الانتشار أو ينتشر بكثرة، وهذا ظهر من خلال الأعداد المتزايدة التي ظهرت في بريطانيا أو أغلب الدول الأوروبية منها ألمانيا وإيطاليا والدول الآسيوية مثل اليابان وإيران أو أستراليا كذلك. ولكن التطمينات هي تقول بأن العلامات لحد الآن هي نفس العلامات، والمخاطر هي نفس المخاطر، ولكن ازدياد في عدد الحالات. فهناك أكثر من دولة قاموا بإجراءات مشددة للحد من انتشار هذا المرض أو للحد من دخول هذا السلالة الجديدة إلى أوطانهم، ولكن علينا التوخي بالحذر ونشدد الإجراءات الوقائية لسلامتنا ولسلامة عوائلنا. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور صالح مصطفى مدير صحة مدينة أكري. نعم زملائي، العودة إليكم في الاستوديو. هذا الجل ما موجود عن فيروس كورونا هنا في مدينة أكري. نعم محمد، شكرا جزيلا لك.